هناك فارق حتى في العقليه في اي شيء الحقيقه ما بين النادي الاهلي وما بين اي نادي اخر. كل الانديه يعني فوق دماغي من فوق لا اقصد شيء، ولكن دايما النادي الاهلي يعني شوفوا حضراتكم لما بتطلع قرارات من مجلس الاداره بتلاقوها معموله ازاي؟ المتحدث الرسمي بيطلع يقولها لقناه النادي الاهلي ومن خلال القناه بيتم نشرها على الجميع. اذا كانت قرارات هناك قرارات مهمه بيطلع الاستاذ شريف فؤاد وبيتكلم معانا وبيقول لنا في واحد اثنين ثلاثه. مؤسسه مجلس الاداره بياخد قراراته، المتحدث الرسمي بيطلع يتكلم. احنا عندنا هنا بقى في النادي الاهلي اللي بيحصل ايه؟ تقييم شامل بعد نهايه الموسم. احنا دخلنا كام بطوله؟ خدنا كام بطوله؟ خسرنا كام بطوله؟ وبالتالي يجب ان يتم تقييم الجميع بهذا الشكل. وعندنا نجوم كبار جدا جدا او عندنا نجم كبير جدا جدا بيقيم فريق كره القدم بالتعاون مع اداره الكره بالكامل، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره والمشرف على كره القدم في النادي الاهلي. وبالتالي كل ده هو ده العمل المؤسسي، ان احنا هنفضل ورا الفريق، هنفضل واقفين ورا الفريق لغايه لما ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الدوري العام. بعد نهايه الدوري العام يعاد بقى او يبقى هناك تقييم شامل للجميع، للجميع كل الناس بيتم تقييمها الحقيقه بشكل علمي وبشكل متوازن جدا جدا.